بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من هذه الآية ومن هذين الحديثين أخذ علماء المسلمين أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة هدى وبدعة ضلالة. فما هي البدعة؟ البدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق. في لغة العرب البدعة معناها ما أحدث على غير مثال سابق، شيء أحدث ما كان له سابق، ما كان له سابق يشبهه. وشرعا البدعة هي الأمر المحدث، الأمر الذي حدث، الذي حصل، الذي لم ينص عليه القرآن ولا الحديث. أمر حدث وليس في كتاب الله ولا في حديث رسول الله نص في فعل هذا الأمر، نسميه في الشرع هذا بدعة، نسميه في الشرع هذا بدعة. وينقسم هذا إلى قسمين: أمر محدث لم ينص عليه القرآن ولا الحديث ولكنه يخالف القرآن والحديث فنسميه بدعة سيئة. وإن كان هذا المحدث الذي لم ينص عليه القرآن والحديث يوافق القرآن والحديث نسميه بدعة حسنة، بدعة حسنة. هكذا قسم علماء أهل السنة جزاهم الله عنا خيرا. ففي الآية المذكورة آنفا بيان لما كان عليه أتباع عيسى المسلمين، أتباع عيسى عليه السلام الذين اتبعوه على شرعه الذي أنزله الله عليه، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، التزموا بالإسلام كما أمر عيسى عليه سلام الله. الله مدحهم في هذه الآية بأنهم
كانوا أهل رحمة ورأفة، وابتدعوا أمرا، أحدثوا أمرا لم ينص لهم في الإنجيل الصحيح ولا على لسان عيسى عليه سلام الله. أحدثوا أمرا، ما هو هذا الأمر الذي أحدثوه مع أنه لم ينص لهم عليه في الإنجيل الصحيح ولا على لسان عيسى المسيح عليه السلام؟ هذا الأمر هو الرهبانية، أنهم زيادة على أدائهم للواجبات واجتنابهم للمحرمات على حسب الشرع الذي علمهم إياه عيسى عليه سلام الله، أحدث أمرا ما قال لهم عيسى أن يعملوه، ما نص لهم عليه، وفي الإنجيل الصحيح ليس هناك نص عليه، وهو الرهبانية، أنهم تفرغوا للعبادة وانقطعوا عن الزواج والتلذذ في المآكل والمشارب، تركوا هذا الأمر وتفرغوا للعبادة، مع أن هذا الأمر الذي هم أحدثوه ولم ينص لهم عليه في الإنجيل الصحيح ولا على لسان عيسى المسيح، الله مدحهم على ذلك، مع أنهم هم أحدثوه لكنه يوافق الشرع الذي أنزله الله على عيسى، يوافق الإسلام، مدحهم الله تعالى على ذلك. ورهبانية ابتدعوها، هم عملوها، هم أحدثوها، ما كتبناها عليهم، الله ما فرضها عليهم، وليس لها نص، وليس لهم على ذلك نص في الإنجيل الصحيح ولا على لسان عيسى. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، هم ما أحدثوها إلا ابتغاء رضا الله تعالى، مدحهم الله تعالى على ذلك. هذا مما يستدل به على أن البدعة منها ما هو حسن، منها ما هو حسن. وفي حديث البخاري ومسلم المذكور آنفا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قول الرسول ما ليس منه، معناه من أحدث شيئا لا يوافق الشرع، لا يوافق الدين، فهو رد أي مردود. لما قال ما ليس منه، لما قيد العبارة ما ليس منه، ما قالها من أحدث في أمرنا هذا فهو رد، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ما ليس من الشرع، ما يخالف الشرع، فهو مردود. أفهمنا رسول الله بذلك أن من أحدث أمرا يوافق الشرع فليس بمردود. لذلك جاءت رواية مسلم واضحة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا لا يوافق شرعنا، لا يوافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني، فهو رد أي مردود غير مقبول. أخذ علماء الدين، علماء المسلمين، أن البدعة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول البدعة الحسنة وتسمى السنة الحسنة، وهي المحدث الذي يوافق القرآن والسنة. القسم الثاني البدعة السيئة وتسمى السنة السيئة، وهي المحدث الذي يخالف القرآن والحديث. وهذا التقسيم مفهوم أيضا
من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم، وهو: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص من أوزارهم شيء. من هذا الحديث النبوي الشريف الصحيح كذلك يفهم أن البدعة تنقسم إلى قسمين: من سن، من أحدث في الإسلام سنة حسنة أمرا يوافق الشرع فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، كل من اقتدى به في ذلك، لا ينقص من أجورهم شيء، كل له ثواب. ومن الذي يدري ويعرف أن هذا الأمر حسن أم لا؟ هم العلماء، العلماء العاملون، علماء المسلمين، هم الذين يعرفون. فهذا الحديث ليس لكل إنسان، بل هذا للعلماء المجتهدين. من أحدث منهم أمرا في الدين، لذلك قال الرسول: من سن في الإسلام يوافق الدين، يوافق الإسلام، يوافق ما جاء به رسول الله، يوافق القرآن والسنة، وإن كان الرسول ما قال افعلوه، لكنه كذلك ما قال لا تفعلوه، فهذا الأمر المحدث الموافق للقرآن والسنة يسمى بدعة حسنة، سنة حسنة، سنة خير، بدعة مستحبة، كما في هذا الحديث الذي رواه مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، الذي يحدث في هذا الدين شيئا لا يوافق الدين فهذا سنة، ماذا يسمى؟ سنة سيئة، بدعة سيئة، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص من أوزارهم شيء، كل في الوزر. يعني مثلا إذا إنسان أحدث في دين الله شيئا يخالف الدين، هو عليه الوزر، وكل من يقتدي به في هذا هو يرجع عليه الوزر وهم عليهم الأوزار. مثل هذا أحمد بن تيمية الحراني أحدث أمورا كثيرا تخالف الدين، منها هو أول إنسان يحرم التوسل بمحمد رسول الله وبالأنبياء والصالحين في حياتهم بغير حضورهم وبعد وفاتهم، فهذا تحريمه للتوسل بالأنبياء والصالحين بدعة مذمومة هو أحدثها، فعليه الوزر وعليه هو وزر كل من يعمل بهذا بكلامه، لا ينقص من أوزارهم شيء، كلهم في الوزر والعياذ بالله. فإذا البدعة تنقسم إلى قسمين، لذلك قسم علماء الإسلام البدعة إلى هدى وإلى ضلالة. ما أحد قال من أئمة الدين، من أئمة الإسلام، لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة. ما أحد قال من أئمة الدين كل ما لم يفعله الرسول فحرام أن تفعلوه، ما أحد قال من أئمة الدين هذا، لا في كتاب الله موجود هذا ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل
ما رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينقض دعوى هؤلاء المشوشين الذين يقولون كل ما لم يفعله الرسول حرام أن تفعلوه. ماذا روى مسلم عن عمر؟ روى مسلم في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر كان يزيد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي تلبية الرسول؟ كان الرسول عليه السلام يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. زاد عليها عمر، كان يذكر هذا، عمر كان يقول هذا الكلام ثم يزيد يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. هذا في صحيح مسلم. زاد هذه الصيغة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهل يقال يا مبتدأ يا عمر أحدثت في الدين ما يخالف الدين؟ كل الصحابة وافقوه على هذا. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما زاد شيئا في الصلاة، وهو كان يقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال أنا زدت وحده لا شريك له. ماذا قال ابن عمر؟ أنا زدت وحده لا شريك له، يعني الرسول ما علمنا إياها لكن أنا زدت. هذا رواه أبو داود وإسناده حسن كما قال الحافظ ابن حجر. فهل يقال عنه مبتدع بدعة ضلالة؟ والعياذ بالله. فإذا البدعة تنقسم إلى قسمين. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه أعلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرف وسمع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد شارب الخمر 80 جلدة، مع أن الرسول كم جلد شارب الخمر؟ 40. وأبو بكر كم جلد؟ كذلك 40. عمر ماذا فعل؟ زاد إلى 80، زاد إلى 80. ماذا قال سيدنا علي عن هذا؟ هل قال يا عمر حرفت الدين وفعلت ما لم يفعل الرسول؟ كيف تجلد شارب الخمر 80؟ إنما قال سيدنا علي رضي الله عنه فيما رواه مسلم جلد رسول الله في الخمر 40، وجلد أبو بكر في الخمر 40، وجلد، أعيد الحديث، جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة. ماذا قال؟ وكل سنة والأول أحب إلي. الأول وأي جلد شارب الخمر 40 أحب إلي، ولكن ماذا قال؟ وكل سنة. ما معنى وكل سنة؟ جلد شارب الخمر 80 قال عنه سنة، وجلد شارب الخمر 40 قال عنه سنة. طريقة محقة ترضي الله والرسول، ما فعله عمر طريقة محقة ترضي الله والرسول، وإن كان زاد إلى 80، لأن الرسول ما قال اجلدوه 40 ولا تزيدوا. واضح؟ فعمر رأى أن يزيد، فاعتبر سيدنا علي هذه الزيادة من الشرع، من الدين. ما قال له ابتدعت بدعة ضلالة يا عمر. هذا يدلنا ويفهمنا على ضيق فهم أولئك المشوشين الذين يزعمون
أنهم بهذا يحافظون على الدين، وهم في الحقيقة يشوشون على الدين ويحرفون الدين ويحرمون ما لم يحرمه الله والرسول. يريدون على زعمهم أن يضيقوا رحمة الله على العباد، نعوذ بالله العظيم. فإذن البدعة تنقسم إلى قسمين. لذلك كان من شأن العلماء في أثناء مؤلفاتهم وكتابتهم لاسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم بعد كتابة اسم محمد أو كلمة رسول الله كانوا يكتبون صلى الله عليه وسلم، كتب العلماء ذلك. أما الصحابة ما كتبوا، الصحابة لم يثبت عن أحد منهم أنه كتب بعد اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد. من فعل هذا؟ العلماء بعد الصحابة. واعتبر العلماء هذا بدعة حسنة، سنة حسنة، فهل يقال حرام أن تكتب بعد اسم محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يقال هذا بدعة مذمومة، بدعة قبيحة، ما فعلها الصحابة، كيف تفعلها؟ لا يقال هذا الكلام، يقال هذا الأمر المحدث يوافق الشرع، يوافق القرآن، يوافق السنة، فهو من البدع الحسنة، داخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص من أجورهم شيء. كذلك أعطى العلماء أمثلة عن النوع الأول من البدعة، وهو البدعة الحسنة، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من أحدثه الملك المظفر ملك إربل في القرن السابع الهجري. هذا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، في مثل يوم ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من البدع الحسنة. من أول من أحدثه؟ الملك المظفر، ملك إربل بالعراق. هذا كان عالما، حاكما، شجاعا، شهما، تقيا، رحمه الله وأكرم مثواه، كما قال عنه ابن كثير في تاريخه. هو أول من عمل المولد، جمع لهذا العمل العلماء، الصوفية الصادقون وأهل الحديث ورجال الدولة، كلهم قدموا وحضروا، وبقية الشعب بدأوا بتلاوة شيء من كتاب الله وشيء من شمائل رسول الله، ثم بعد ذلك مدوا على الأرض السماط، مثل الحصر، مثل شيء يوضع للطعام، وذبح الآلاف من الغنم تقربا إلى الله وشكرا لله على بروز محمد لهذه الدنيا، فرحا بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأكل الناس. العلماء والفقهاء والمحدثون والمفسرون والصوفية الصادقون أعجبوا بهذا واستحسنوه واعتبروه من البدع الحسنة. ما قالوا أنت كيف تفعل شيئا ما فعله أصحاب الرسول، أنت أحسن من أصحاب الرسول، أنت أفهم من أصحاب الرسول، أنت أهدى منهم، ما قال له هذا. قالوا هذا العمل يوافق الشرع فهو بدعة حسنة، فهو بدعة حسنة. أما اليوم يوجد من المشوشين من يقول حرام الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والعياذ بالله، ما عندهم حجة، ما عندهم ولا دليل، فقط يقولون ما فعله الرسول بس، هذه حجة في الدين. هل الرسول صلى الله عليه وسلم مدت له الطاولات وقعد على كرسي وأكل، أم كان يأكل على الأرض؟ كيف إني عم يأكلوا هلأ هؤلاء؟ أنا رأيت لبعض هؤلاء
في ما يخصهم من المنشورات يحتفلون بعيد بلدهم، ورأيت كذلك يحتفلون في بعض منشوراتهم مذكورون يحتفلون بما يسمى بعيد الشجرة. رأيت كذلك عندهم، نعوذ بالله من شرهم، ماذا يفعلون؟ كل عام يجتمعون، يجمعون بعضهم البعض فيما يسمى عندهم ذكرى أسبوع محمد ابن عبد الوهاب. أسبوع كامل 7 أيام بيجمعوا مشايخهم ويأتون، فيقوم الواحد تلو الآخر يتكلم عن سيرة محمد ابن عبد الوهاب، هذا الذي حذر منه أبوه وضلله أخوه والعلماء ضللوه. أنا عم يذكر سيرته قديش هو متعب، هو كان سبب بالتشويش على المسلمين. مع هذا يحتفلون في ذكرى أسبوع هذا الإنسان أسبوعا كاملا، يتلون سيرته وحياته، ويحرمون على أمة محمد أن يحتفلوا بذكرى ولادة محمد أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم. بل قال أبو بكر الجزائري من زعماء الوهابية في محاضرة له، قال: الذبيحة التي تذبح بمناسبة المولد أحرم عند الله من الخنزير. نعوذ بالله تعالى من هذا الضلال والحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل إلى المسجد فرأى الناس يصلون التراويح، كل لوحده يصلي قيام رمضان، فجمعهم على إمام واحد وقال: نعم البدعة هذه. هذا في صحيح البخاري وفي موطأ مالك: نعمت البدعة هذه، اعتبرها شيئا حسنا، قال عنها نعم البدعة، معناه يوجد بدعة حسنة في الدين. هؤلاء المشوشون ما عندهم دليل، فقط يقولون ما فعله الرسول، وكم من أشياء هم يفعلونها والرسول ما فعلها. إذن لماذا يحرمون عمل المولد ويحلون أشياء أخرى ما فعلها الرسول؟ لأنه على حسب هواهم يمشون، ليس على حسب الشريعة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان جهرا يحرمونها، الاحتفال بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحرمونه، التوسل بمحمد رسول الله يحرمونه. سبحان الله، لأن يتعلق هذا الأمر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واحد من علماء العراق من أهل السنة كان في المسجد النبوي الشريف مرة، هو كان يحدث الناس بهذا، فرأى 3 من زعماء أولئك المشوشين الوهابيين يخرجون من المسجد ولا يسلمون على رسول الله، وهو يعرف واحدا منهم، ذهب إليه: كيف تخرجون ولا تسلمون على رسول الله؟ قال هذا الوهابي عن رسول الله: هو بدأنا العداوة. مراده لأن الرسول يقول في الحديث: هناك يخرج قرن الشيطان، هذا في البخاري، من هناك خرج محمد بن عبد الوهاب. يحملون في قلوبهم الضغينة والعداوة لسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والعياذ بالله. واحد من طلبة العلم كان هناك في المدينة يريد أن يزور الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعض الوهابيين قالوا له: اليوم تزور العجوز، والعياذ بالله. واحد آخر من علماء المسلمين في مكة كان قاصدا المدينة لزيارة رسول الله، قال له أحد الوهابية: ماذا تفعل بالعظم الرميم؟ هذه حوادث مسجلة عليهم، التاريخ يشهد عليهم بذلك، أين يهربون؟ أين يذهبون؟ نعوذ بالله العظيم، نعوذ بالله العظيم. كذلك من الأمور التي أحدثها الصحابة وتوافق الشرع ولم يفعلها الرسول ما أحدثه سيدنا عثمان رضي الله عنه.
سيدنا عثمان رضي الله عنه زاد أذانا ثانيا يوم الجمعة لصلاة الجمعة. كان أيام الرسول يؤذنون كم أذان؟ أذانا واحدا. وفي أيام أبي بكر كذلك، وفي أيام عمر كذلك، وفي أيام عثمان. عثمان رضي الله عنه رأى من المصلحة أن يزيد أذانا ثانية فزاد، فلا زال أهل الإسلام في كل بلاد المسلمين إلى اليوم يزيدون أذانا ثانيا يوم الجمعة لصلاة الجمعة. هل يقال هذا بدعة مذمومة يخالف الدين، ما فعله الرسول كيف تفعلونه؟ ما هذا؟ كذلك من الأمور التي أحدثها الصحابة وتوافق الشرع ولم ينص لهم الرسول على ذلك، ما قال لهم افعلوا ولا قال لا تفعلوا، ما أحدثه الصحابي الجليل خبيب بن عدي، أحدث صلاة ركعتين عند القتل، عندما يقدم الإنسان للقتل يسن له صار أن يصلي ركعتين قبل أن يقدم للقتل. روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فكان خبيب أول من سن الركعتين عند القتل. ماذا قال؟ وكان خبيب أول من سن، أول من أحدث هذا الأمر، هذا في صحيح البخاري. فمعناه لا يصح أن يقال ما لم يفعله الرسول حرام أن تفعلوه، إنما لابد من التفصيل والبيان على حسب ما بين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي أحدثت بعد الرسول وتوافق شرع الرسول تنقيط المصاحف. المصحف أيام الرسول أبي بكر ومن بعده كان مكتوبا على الأوراق من غير نقط، الباء ما عليها نقطة من تحت، النون ما عليها نقطة من فوق، الثاء ما عليها 3 نقط من فوق، التاء ما عليها نقطتين من فوق، وهكذا الفاء والقاف والجيم والخاء. ما كان المصحف منقط ولم يكن عليه حركات الإعراب، فتحة ضم كسر سكون، ما كان هذا، ما كان عليه همزة ولا شدة، ما كان مكتوب سورة مكية سورة مدنية رقم الآية 1 2 3، ما كان هذا. حتى أيام عثمان رضي الله عنه وهو الذي كتب 6 مصاحف ووزعها في البلدان، سبحان الله، حتى أيام عثمان ما كانت المصاحف عليها نقط. من أول من أحدث هذا الأمر؟ صحابي؟ ليس من الصحابة. من هو؟ من التابعين، تلقى العلم على إيد بعض الصحابة، اسمه يحيى بن يعمر، تابعي جليل من أهل التقوى والورع، الله ألهمه، فنقط المصاحف، وضع حركات الإعراب، فتحة ضم كسر سكون، ليسهل على الناس القراءة. فالعلماء اعتبروا هذا أمرا حسنا، ما قالوا يا يحيى تلعب بكتاب الله، أنت أفهم من أبي بكر وعمر، ما قال له هذا، ما قال له هذا، بل استحسنوا هذا الأمر. كذلك الذي فعله الحسن البصري رضي الله عنه وهو أول من أحدث الهمزة والشدة في كتاب الله في المصحف، كذلك لم يعترض عليه العلماء، ما قالوا أنت تلعب بكتاب الله يا حسن، بل اعتبروه أمرا حسنا يوافق الدين. هؤلاء الذين يقولون ما لم يفعله الرسول حرام أن تفعلوه، يقال لهم والمصحف ما كان عليه نقط أيام الرسول، أنتم لا تقرؤون في المصاحف المنقطة، إذا تحرمون ذلك احرقوا هذه المصاحف يعني، أو كشطوا هذه النقط من المصاحف، هل تقولون بذلك أم تقولون نعم نعم هذا لا بأس به جائز هذا، أما عمل المولد حرام؟ يتناقضون.
يقولون نعم هذا جائز، لكن عمل المولد حرام من غير دليل، ما أنت تقول ما لم يفعله الرسول حرام. طب هذا المصحف ما كان منقط، ما فعله الرسول، معناه على حسب أهوائهم يمشون، ليس على حسب الشريعة. يحرمون ما يهون ويحلون ما يهون، يستحسنون ما يريدون ويحرمون ما لا يريدون، هكذا هواهم جرهم، ليس الشرع يحركهم، هواهم يحركهم، فلا يجوز اتباعهم. سبحان الله العظيم. قال أبو بكر ابن أبي داود صاحب السنن في كتابه المصاحف: أول من نقط المصاحف يحيى بن يعمر. يقال يحيى بن يعمر ويحيى بن يعمر، يصح هذا ويصح هذا. هذا من علماء التابعين، روى عن عبد الله بن عمر وعن غيره. فإذا هناك أمور أحدثت ولكنها توافق الشرع، مثل ما أحدثه أهل العلم، أهل الولاية، أهل الصلاح، الطرق، طرق الصوفية، ما فعله الشيخ أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه من إحداث طريقة سميت بالطريقة الرفاعية، أو الشيخ عبد القادر الجيلاني من طريقة يقال لها الطريقة القادرية، أو الشيخ أبو الحسن الشاذلي من طريقة يقال لها الشاذلية، ونحو ذلك من طرق أهل الله الصادقين، فهذا أيضا يوافق الشرع لو لم يكن أيام الرسول، لأن الطريقة ليست واجبة في الدين. أن يأخذ إنسان طريقة من شيخ مرشد ليست واجبة في الدين، لكن شيء حسن، شيء حسن، لأنه يشتمل على أذكار وأوراد صحيحة من غير تحريف ولا تبديل، مع الالتزام بالشريعة ظاهرا وباطنا. الطريقة معناها المبايعة على ذكر الله، هذا معنى الطريقة، فأي بأس بذلك؟ اللهم إلا الذي دخل إلى الطرق بعد مضي سنين عليها من انحرافات، هذا الانحراف والشذوذ الذي دخل على بعض الطرق أو كثير منها، هذا هو المذموم المردود، وهذا لا يقدح في الأصل، الأصل صحيح. أما ما دخل على هؤلاء من الانحرافات كما يفعل بعض الناس اليوم ممن يدعون الطريقة، يتركون العلم ويقعدون في حلقات باسم الذكر ويقولون آه 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 آه، هذا بدعة مذمومة، بدعة سيئة، هذا لا يوافق الشرع، هذا معدود من البدع السيئة، من البدع التي تخالف الشرع. أما الطريقة من يلتزم بها بشروطها على أساسها على حسب ما وضعها أهلها، فهذا لا بأس به. أما الذي يزيد ويحرف، الملامة عليه، ليس على شيخ الطريقة الأصلي الذي هو أول من عمل الطريقة. لا، اليوم في من الناس من يدعي الطريقة النقشبندية ويقول شيخنا يعلم بتقلبات المريد على فراشه، والعياذ بالله، هذا شيء لا يرضاه الشرع. اليوم من الناس من يدعي الشاذلية ويقول الله داخل فينا، في كل إنسان ذكر وأنثى. اليوم يقال لهم الشاذلية اليشرطية، انحرفوا هؤلاء، خرجوا من الدين. هذا لا يقدح بالشيخ أبي الحسن، لا يقدح بالشيخ أبي الحسن الشاذلي رحمه الله، واضح؟ فلما دخل من انحرافات، فالملامة على من أدخل وعلى من عمل بهذه الانحرافات. بعض الناس اليوم كذلك يقرؤون بكتاب يقال له مولد العروس، مكتوب على الجلادة من الخارج تأليف الحافظ عبد الرحمن ابن الجوزي، وفي الحقيقة هذا الكتاب ليس لابن الجوزي، ابن الجوزي عنده مؤلفات عديدة ولا كتاب منه اسمه مولد العروس، من تعلم يعرف. هذا الكتاب ألفه واحد من المستشرقين اسمه بروكلمان، ونسبه زورا إلى ابن الجوزي حتى يروجه بين الناس. ماذا يقولون فيه؟ يقولون والعياذ بالله عن الله سبحانه وتعالى،
الله قبض قبضة من نوره فقال لها كوني محمدا، فكانت محمدا والعياذ بالله. بعض الناس كذلك يقولون ربي خلق طه من نور، هذا كذلك لا يوافق الشرع. منهم من يقول اليوم الرسول يعلم كل شيء يعلمه الله، هذا ضلال مبين والعياذ بالله. حاصل هذا من بعض الناس، هذا انحراف شذوذ من البدع السيئة، من بدع الضلالة، واجب التحذير من هذا الصنف. فإذا ليس كل من يدعي الطريقة يكون على الحق والصواب. بعض الناس اليوم بيدعوا الطريقة وهم دجالون، لأن الصوفية على قسمين، صوفي صادق وصوفي دجال. الصوفي الصادق هو الملتزم بالشرع بكتاب الله وسنة الرسول ظاهرا وباطنا، ما بيخالف الشرع، هذا هو الصوفي. أمثال الجنيد رضي الله عنه، والشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه، والشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. أما من يدعي الطريقة، من يدعي التصوف ولا يعمل بالقرآن والحديث، فهو دجال كبعض هؤلاء اليوم الذين يدعون الطريقة ولا يعرفون شيئا من الدين، ولا يعرفون الحلال ولا الحرام، ويفترون كذلك على مشايخ الطرق. كبعض الناس اليوم يفترون على الشيخ عبد القادر الجيلاني، يقولون قال الشيخ عبد القادر قدمي هذه فوق رقبة كل ولي. الشيخ عبد القادر المتواضع بيقول هيك. بعضهم يقول قال الشيخ عبد القادر ولو أنني ألقيت سري على لظى لأطفئت النيران من عظم برهاني. ما هذا الدجل والتكذيب للدين؟ يقولون الشيخ عبد القادر يقول الله ربي أعطاني سرا لو ألقيته على النار لانطفأت النار. الشيخ يقول هكذا، الشيخ عبد القادر يقول، يستحيل عليه هذا الكلام، هذا الكلام ضد الإسلام ضد الدين. فلا بد من الانتباه، لا بد من الانتباه. كذلك من الناس من يروي حديثا موضوعا ويقول لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، يرددونها، وهذا حديث مكذوب. هم يقولون الرسول يرويه عن الله، وأن الله يقول لآدم لولا عن لمحمد لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، هذا حديث مكذوب. كيف ينسبون هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرويه عن الله؟ إنما الذي ورد في الحديث، بعض العلماء صحح الحديث وبعضهم ضعفه، هو أن الله قال لآدم يا آدم لولا محمد ما خلقتك، لولا محمد ما خلقتك، هذا ورد في الحديث. بعض أهل الحديث قال صحيح وبعضهم قال عنه ضعيف، لكن المعنى صحيح، معناه الله تعالى خلق آدم وخلق الدنيا ليظهر صفوة العالم وهو محمد، ليظهر أفضل الخلق وهو محمد، ليظهر شرف محمد عليهم جميعا على كل الكائنات صلى الله عليه وسلم. أما من القسم الثاني المحدثات التي أحدثت مما تخالف الشرع ويقال لها البدع السيئة، كبدعة المعتزلة والخوارج وغيرهم من الذين خرجوا عما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم في المعتقد، ومن البدع القبيحة المكروهة ما يفعله بعض الناس اليوم بعد ذكر اسم الرسول محمد في كتاب أو في ورقة، يكتبون صاد، حرف صاد أو صلعم، هذا قبيح، قال عنه العلماء بدعة قبيحة مكروهة، كما ذكر ذلك علماء الحديث. فإذا
فمن أين لهؤلاء المتنطعين المشوشين أن يقولوا عن عمل المولد بدعة محرمة، وعن الصلاة على النبي جهرا عقب الأذان إنه بدعة محرمة، بدعوى أن الرسول ما فعله والصحابة لم يفعلوه؟ كيف لهم أن يقولوا هذا وهم أنفسهم يعملون أشياء ما فعلها الرسول؟ من أول من عمل المحاريب المجوفة؟ الخليفة عمر بن عبد العزيز، هذا المحراب المجوف يقف فيه الإمام في الصلاة، هذا ما كان أيام الرسول ولا أيام أبي بكر ولا أيام عمر ولا أيام عثمان ولا أيام علي رضي الله عنهم. في مسجد الرسول ما كان محراب. أول من عمل المحاريب الخليفة عمر بن عبد العزيز، يعني بعد نحو 90 سنة من وفاة الرسول، وهو أول من عمل المآذن العالية عمر بن عبد العزيز. هل يقال ممنوع تصلي يا إمام في المحراب؟ الرسول ما صلى بمحراب. هل مساجد اليوم المصليات فيها محاريب ولا ما فيها محاريب؟ على زعم الوهابية هدموها، سدوها بالخشب. هذا المنبر الذي يقف عليه الإمام أيام الرسول كان المنبر 3 درجات. كم درجة؟ 3. هلا كثير من المنابر يزيد عن 3 أم لا؟ بلى، على زعم هؤلاء المشوشين اهدموا المنبر إذا زاد فوق 3. هل كان أيام الرسول في مدرسة بتعلم الدين؟ فوت عليها الأستاذ على الصف وفي مدير، كان في مدرسة هيك؟ كان في مستشفى أيام الرسول؟ كيف بقولوا لك إنه كل شيء ما فعله الرسول حرام نعمله؟ مع تسكروا هالمدارس وسكروا هالجامعات وهدموا هالمستشفيات، ما هذا؟ هذا ضيق فكر، هذا من سقم أفهام والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يجنب المسلمين فتنتهم. فالحاصل من كلامنا اليوم أن البدعة تنقسم إلى قسمين. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهذه البدعة الضلالة، والثانية ما أحدث من الخير ولا يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا وهذه محدثة غير مذمومة. هذا رواه البيهقي بالإسناد الصحيح في كتابه مناقب الشافعي. هذا يدل على أن الإمام الشافعي رضي الله عنه قسم البدعة إلى قسمين، فتقسيمنا نحن موافق لما ذكره العلماء، نحن ما جئنا بجديد، إنما قلنا كما قال الشافعي، كما قال النووي، كما قال العز بن عبد السلام، كما قال ابن عابدين وغيرهم من أهل العلم والمعرفة في تقسيمهم للبدعة إلى قسمين. في آخر هذا الدرس نذكر أنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. قد يأتي هذا الإنسان المشوش ضعيف الفكر ضعيف العقل فيقول: أليس في الحديث وكل بدعة ضلالة؟ يقال له: نعم يوجد في الحديث وكل بدعة ضلالة، لكن ليس معناه كما أنت تفهم، معناه كما يفهم أهل العلم، لا نأخذ بفهمك، نحن نأخذ بفهم الصحابة. وكل بدعة ضلالة حديث الرسول، هل أحاديث الرسول تتناقض؟ حديث الرسول لا يتناقض، فإذا هذا ما فيه تعارض مع بقية الأحاديث المذكورة التي ذكرناها في هذا الدرس وقد صحت عن رسول الله، ما في تعارض بين الأحاديث، ليه عم تجعل تعارض في كتاب الله وفي حديث رسول الله؟ ليش؟ هذا بسبب ضعف الفهم
وكل بدعة ضلالة. النووي في شرح مسلم يقول: هذا عام مخصوص يراد به أغلب البدع، يعني كل بدعة بتخالف الدين فهي ضلالة. واضح؟ ليس معنى كلام الرسول عليه السلام كل بدعة بمعنى الشمول، بل بمعنى الأغلب، لأن كلمة كل تأتي بمعنى أغلب. وكل عين زانية حديث، هل معناه الأنبياء ينظرون للنساء بشهوة؟ وكل عين زانية أي أغلب العيون تنظر بشهوة. يقول الله تعالى عن الريح التي سلطها الله على قوم عاد: تدمر كل شيء. كل شيء، هل دمرت السماوات والأراضين؟ ما معناها؟ معناها تدمر كل شيء مرت عليه. واضح؟ فإذن هذا الحديث وكل بدعة ضلالة ليس فيه تعارض مع ما ذكرناه من الأحاديث الأخرى التي تبين أن البدعة تنقسم إلى قسمين: هدى وضلالة، بدعة حسنة وبدعة سيئة، بدعة مستحبة وبدعة ضلالة. فعمل المولد النبوي الشريف من البدع الحسنة، هذا ما قرره العلماء. قال ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني، وهذا من شراح البخاري. قال ذلك كذلك الحافظ السخاوي والحافظ السيوطي والحافظ ابن دحية وكثير من حفاظ الحديث. حتى العلماء بدأوا بكتابة قصة المولد في تأليف لهم، في تأليف لهم. الحافظ صلاح الدين العلائي كتب، الحافظ العراقي كتب، الحافظ ابن دحية قبلهم ذكر وكتب، الحافظ السيوطي كتب، الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي كتب، وغيرهم كثير. حتى مفتي الديار المصرية الأسبق الشيخ محمد بخيت المطيعي اعتبر هذا الأمر، عمل المولد، شيئا حسنا. مفتي بيروت الأسبق الشيخ مصطفى نجا اعتبره أمرا حسنا. علماء الإسلام على هذا، علماء الإسلام على هذا لا يختلفون في هذا الأمر، لأنه لا يشتمل إلا على الخير، قراءة قرآن وشيء من شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم والتصدق بشيء على الناس. أما هؤلاء الوهابية تائهون. سأعطيكم أمرا يدل على أنهم في ضياع وتيه عميق 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 عميق. عندهم مرجع يسمونه زورا شيخ الإسلام، يقال له أحمد بن تيمية، هذا مرجعهم في الضلال، ما عندهم غيره، أكثر شيء يأخذون منه، يحبونه كثيرا حبا جما، حتى لو بتقول له قال الشافعي ما مستعد يأخذ إلا إذا قلت له قال ابن تيمية، إلى هذه الدرجة. وهذا نحن شهدناه، حتى في واحد من أهل هذا البلد كان عم يتكلم معه بعض الأشخاص، قال له سيدنا عمر فعل كذا كذا، قال له أخطأ عمر وأصاب ابن تيمية والعياذ بالله. واحد منهم على المنبر قيل له، كان عم يتكلم عن مسألة الطلاق بالثلاث، قال هذا عمر مسكين، أما ابن تيمية فقد أصاب والعياذ بالله. لأن عمر رضي الله عنهم علم الناس مما تعلمه من الرسول، على المنبر علم الناس الذي يطلق امرأته بالثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد هو ثلاث، والصحابة على هذا، وعلي على هذا، وأهل بيت الرسول على هذا، والأمة على هذا. ابن تيمية خالف. البعض اليوم الوهابية أو كثير منهم اليوم يوافقونه في مسألة الطلاق. هلأ كيف نظهر أنهم في تيه وضياع؟ هذا ابن تيمية مع كونه مما ذمه العلماء وحبسوه وضللوه، وعنده كثير من الكلام اللي بيخالف الدين، يكفي انه بيعتقد نوع العالم ازلي ما له بدايه، في 7 من كتبه ذكره بالمخطوطه وبالمطبوعه،
يكفي أنه يقول بأن الله تعالى على العرش يجلس في عبارة له، والملائكة تحمله، ثم تشعر الملائكة بثقل الجبار عليها. أنا قرأت بعيني هذا كتبه. ابن تيمية هذا في كتاب له يقال له اقتضاء الصراط المستقيم، مع أنه في من الضلال الكثير فيه، لكن في عبارة بيقول فيها عن عمل المولد أنه جائز. شو بيقول ابن تيمية؟ عمل المولد جائز. ماذا يقول الوهابية؟ عمل المولد ضلال. ويقول ابن تيمية شيخ الإسلام، تعال شوف وفق لي بيناتها كيف بتزبط بقى هاي. بيعتبروه شيخ الإسلام ومرجع كبير 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 وبياخدوا كل شيء منه، هو بيقول حلال اللي بيقولوا حرام، كيف بقى هاي؟ هول بيمشوا على هواهم، بيمشوا على حسب الشريعة. لابد للإنسان منا يتمكن في الدين لحتى يحذر ويحذر من تشويشات على الأمة المحمدية، ضررهم كبير. المتعلم يعرف، أما اللي منه متعلم عيبقى ضايع ويقول يا عم شو بدنا بهالكلام هذا، شو بدنا بهالقصة هذه. أما المتعلم الدين بيعرف أن ضررهم كبير وخطرهم كبير. لذلك علماء المذاهب الأربعة من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة حذروا من الوهابية من وقت ما طلعوا. من الشافعية الشيخ أحمد ابن زين دحلان مفتي الشافعية، قبل 100 سنة هذا الإنسان كان مفتي الشافعية بمكة. الشيخ أحمد الصاوي المالكي كذلك حذر منهم وسماهم بالاسم ورد عليهم. هذا الشيخ محمد ابن عبد الله ابن حميد مفتي الحنابلة بمكة المكرمة، توفى سنة 1295 للهجرة، ذمهم وذم زعيمهم ورد عليه بكتاب له يسمى السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة. هذا ابن عابدين حنفي بحاشيته رد عليهم وذكرهم بالاسم. علماء المذاهب الأربعة تكلموا فيهم وحذروا الناس منهم دفاعا عن الإسلام، دفاعا عن دين الله، وحرصا على مجتمع المسلمين. هذا هو الحق وهذا الواجب الذي أمر الله تعالى به. نسأل الله تعالى أن يجمع صف المسلمين وأن يجنب المسلمين فتنة هؤلاء. إن الله تعالى على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.